القطاع ديال صناعة ديال الطيران هو في تطور جد مهم. هذه جوج العقود منذ إعطاء صاحب جلالة الانطلاقة لهذا القطاع، ويعني الوصاية ديالو عليه شفنا واحد تحول نوعي كبير تكنولوجي، استثمارات كبرى، شركة عالمية اللي هي موجودة، واليوم احنا في آفاق جديدة، والحمد لله كنشوفوا بانه كاين امكانيات اللي هي كبرى، بحيث انه شكون اللي كان كيقول بانه في 2020 وقت اللي الطيارات كلهم واقفين في العالم بانه كيقولوا بان الصناعه وقفات، اليوم كنشوفوا بانه 60% في هذه 5 شهور الاولى اللي هي ديال النمو ديال القطاع الصناعي ديال الطيران اللي كاينه في المغرب، ورجعنا الحمد لله النتائج اكثر من اللي كانت في 2019 قبل ما ندخلوا في الجائحه. هذا شيء جد مهم، كيبين انه الحمد لله كاين كفاءات، كاين اطور، كاين شباب، كاين تقنيين اللي هما فيهم، والسر النجاح هو التكوين ديال الشباب والتكوين ديال المهنيين اللي هو واقف عليه، يعني رجال ونساء ديال القطاع، وكذلك واقفين عليه يعني الدوله المغربيه. فهذا يمكن لي نقول لكم انه اكثر من 42% ديال يعني الانتيغراسيون اللي كاينه في هذا الاندماج اللي كاين في هذا القطاع، وكنشوفوا بانه كاين افاق واعده وشركات كبيره عالميه اللي هي الان مستعده باش تزيد تواصل هذا المسار اللي نتبعوا صاحب جلاله، واللي الحمد لله يمكن لنا نكونوا بافتخار بانه هذه التكنولوجيا وهذا العمل وهذا يعني لامبورتونس ديال الشباب يعني في العمل والتكنولوجيا ديال الدقه ديالها انه تكون ناجحه في بلادنا.